حياكم الله من جديد. نشر حساب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك حسابات الوزارة التعديلات المرتقبة في نظام العمل الجديد وطرحه للعموم لأخذ آراء المختصين والمهتمين في نظام العمل. هذه التعديلات حسب حديث الوزارة جاءت سعيا إلى تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل مثالية كما تقول الوزارة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو الأستاذ رضوان الجلواح مستشار الموارد البشرية، ومن استوديوهاتنا في جدة المحامي نواف النباتي، وكذلك ينضم إلينا لاحقا الأستاذ أحمد الشهري المستشار والكاتب الاقتصادي. حياك الله أستاذ رضوان، حياك الله أستاذ نواف، شكرا لكم لتلبية الدعوة. أبدأ من عندك أستاذ رضوان. أهلا جمال، حياك الله. الله يحييك. خلينا نتحدث عن التعديلات المرتقبة في نظام العمل. أول شيء خلينا نتحدث وش أبرز التغييرات أو التعديلات المتوقعة على المواد نظام العمل. خلينا شكرا على الاستضافة. الله يحييك. التعديلات جاء فيها جزء إيجابي وجزء مبهم وجزء سلبي. الجزء الإيجابي في نظام فترة التجربة أنه يكون الإنهاء يكون للطرفين كمقترح، الآن هو للطرفين وأيضا يحق للطرف الأول اللي هو الشركة أنها هي يكون الإنهاء من خلالها. هذا المقترح أنه يكون من الطرفين وإقفال هذا الشيء، وهذا شيء جميل. زيادة عدد الإجازة للمرأة الواضع شيء جميل. تخفيض ساعات العمل في اليوم إلى 6 ساعات وليست إجازة، هذا تخفيض ساعات العمل بنتكلم فيها، هذا أيضا شيء جميل. في الوفاة الله يطول بعمر الجميع، إضافة الأخ والأخت من ضمن الناس اللي تدخلوا يستحقوا إجازة وفاة، هذه الأشياء جميلة. الأشياء المبهمة في الاستقالة، الأشياء المبهمة إن في وش المبهمة؟ أعطيني التفاصيل لو سمحت. المبهمة لما أنت تقول لي الاستقالة أنها تكون شاملة لكل أنواع العقود، يعني ما في شيء اسمه الآن انتهاء عقد. يعني العقد اللي كان ملزم بالمدة اللي هو بعد سنتين هذا ما عاد موجود الآن على حسب المقترح إنه مفروض ما يصير. ليش؟ إنه ينتهي باستقالة. إيه، هذا على السعوديين وغير السعوديين. نعم. إيه؟ الشغلة الثانية المبهم لما تقول لي جميع الرسوم يتحملها صاحب العمل للموظف الغير سعودي. طيب السعودي أيضا عليه رسوم، ليش ما يتحملها صاحب العمل؟ الرسوم مثلا الآن هيئة المهندسين، هيئة المحاسبين، كل هذه عليها رسوم، ليش يتحملها الموظف؟ ليش ما يتحملها أيضا صاحب العمل؟ هذه مادة؟ ماني ذاكر المادة، بس هذه أن صاحب العمل يتحمل جميع تكاليف الاستقدام والاستقدام ونقل الكفالة بالإضافة لأي رسوم إضافية يتطلبها العمل لإصدار كرت العمل. إيه؟ طيب نفس الحكاية، يعني هيئة التخصصات الصحية، هيئة المهندسين، المحاسبين، هذه يتكفل فيها غير السعودي. إيه، إذا أنت استقدمت تتكفل فيها كلها، تتكفل فيها كاملة كصاحب عمل. لكن إذا وظفت سعودي ما تكفل فيها. أي إذا وظفت سعودي مثلا مهندس، مهندس يحتاج إلى رخصة مزاولة مهنة مثلا من هيئة المهندسين. لا، يعني معناها كلامهم أن السعودي هو اللي يتكفل بقيمة الرخصة. ليش؟ طيب يا تكون مساوية للطرفين السعودي وغير السعودي يا لا. طيب والجزئيات الثانية اللي ترى فيها الجزئيات الثانية اللي أنا قاعد أشوف فيها يعني الناس يعني ما هي واضحة للآخرين. أولا المادة رقم 98 هي مادة عدد ساعات العمل الفعلية، وهي المقترحة أنها تقلل من 8 ساعات إلى 6 ساعات، بمعنى أنها 40 ساعة في الأسبوع على المعيار الأسبوعي، بمعنى أنها 6 ساعات ل6 أيام في الأسبوع، لأن الإجازة أو الراحة الأسبوعية رقم المادة 104 لم يتم التطرق لها في كل. وش المادة 104؟ 104 هي الراحة الأسبوعية، هي يوم الجمعة هو الراحة الأسبوعية، فهو يوم واحد. وهذه المادة 104 لم يتم التطرق لها في المقترح، لكنه حط 6 ساعات. لا، كنا حطها 6 ساعات كقلل
اللي هو ساعات العمل من 8 ساعات إلى 6 ساعات. هذا معناته أنه ممكن يزيد صاحب العمل 8 ساعات ويعطيك إجازة يومين. ما في إجازة يومين، لم يتم التطرق إلى إجازة يومين في هذه المسودة. لا بس هل هو متاح وفق تعديلات النظام الجديد المقترحة؟ مقترح أنه صاحب العمل ممكن يزيد عملك 8 ساعات ويعطيك أبداً. إجازة يومين؟ لا ما هو مقترح ولا يترك لك الحرية أيضا؟ ولا يترك لك الحرية. المقترح كان بهذه الاستفهام أنها صارت 40 ساعة، بمعنى 6 ساعات في اليوم لستة أيام في الأسبوع، أيام الراحة لم يتم التطرق لها في هذه المادة. طيب ماذا عن التوطين؟ أنا ضد تماما أن التعديل الثالث أو الثاني أو الثالث بأن السماح لغير السعوديين بالعمل في المهن السعودة. أنا أطلب أن زيادة عدد المهن السعودية اللي يكون القيادية، المهن اللي أقل شوي ما عندي مشكلة أنها تكون غير سعوديين، لكن المهن المتوسطة والعالية لا أبغاهم سعوديين. لما أنت تشيل لي هذا المتوسطة والعالية مثل يعني المساعد الإداري، المسؤول المشتريات، المحاسبة، بدل ما يكون هي الآن بهذا التقنين، لا أبغى فكها، أبغى كل الناس تكون كل السعوديين يكونوا في قسم المحاسبة، مش فقط 5 أو 20% لما تكون عندك 5 محاسبين وأكثر. لما أنت تفتح، لما يكون مسؤول الموارد البشرية غير سعودي، لا أنت سلمت العمود الفقري لشخص، لن أقول غير أمين، ولكن لشخص غير مكانه. طيب خلينا نسمع من الأستاذ نواف. أستاذ نواف، أبغى وجهة النظر القانونية اليوم تجاه هذه التعديلات فيما يتعلق تحديدا في جوانب التوطين، تحديدا في منح فرص هذه الوظائف اللي يفترض أنها تكون لسعوديين لغير سعوديين، أو استثناءها على أقل تقدير. أستاذ جمال، خليني في البداية بس أعرج على نقطة، أنه معالي وزير العدل بناء على صلاحيات المخولة له بموجب النظام مجلس الوزراء المادة 22 من النظام، نصت أنه من حق الوزير أو من صلاحيات الوزير تعديل في النظام، ومن ثم يتم الرفع فيه لرئيس مجلس الوزراء ليتم الموافقة. وزير العدل ولا وزير الموارد البشرية؟ عفوا، وزير الموارد البشرية. مبدئيا أستاذ جمال، أنا أشوف أنه التعديلات صارت فيها نسبة كبيرة أنه من يعني للأمانة من صالح العامل، وجزئيتين مهمة لازم إحنا نتطرق لها. الجزئية الأولى أثارها الأستاذ، ذكر في من ناحية الاستقالة، ذكر أنه هذه الاستقالة مبهمة. لا، أنا ما أشوف أنه مبهمة. النصوص الواردة في الاستقالة واضحة جدا. اليوم العامل من حقه في حال تم تقديم استقالته أن تكون هذه الاستقالة مقبولة، واعتبرها النظام من الحالات، من حالات إنهاء العقد. ذكر فيها في النظام أنه إذا قدم العامل استقالته فهي تعد مقبولة في حال لم يتم صاحب العمل الرد على هذه الاستقالة خلال 30 يوم، ولصاحب العمل الحق في تأجيل الاستقالة لمدة 60 يوم. يعني بمعنى كذا عامي أستاذ جمال، أنه اليوم العامل ما يحتاج موافقة صاحب العمل لقبول الاستقالة. أنت اليوم كنت تشتغل في أي شركة، وكان عقدك على سبيل المثال باقي على مدة عقدك، كان عقدك محدد المدة لمدة 2 سنين، قدمت استقالتك وباقي على انتهاء عقدك لمدة 1 سنة و6 شهور على سبيل المثال، فهنا الموافقة صاحب العمل وجودها مثل عدمها، لأنه أنت الآن تعتبر مستقيل بقوة النظام. النظام هنا ما أعطى هذا للسعودي وغير السعودي في رفض. نعم. النظام هنا ما أعطى الحق لصاحب العمل أن ينتظر موافقتك على قبول الاستقالة، وهذه نقطة ترى يعني نقطة للأمانة تعديل جوهري في النظام. نعرف الآن أستاذ جمال أنه في بعض أصحاب الشركات في حال أنه قدم العامل استقالته يرفضون طلب الاستقالة، ويلجأ العامل إلى فسخ التعاقد وتعويض صاحب العمل المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، أو أجر 15 يوم إن كان العقد غير محدد المدة. هذه نقطة أنا أشوفها جانب إيجابي للعاملين في القطاع الخاص. وش الإيجابية فيها؟ الراحة الأسبوعية. وش الإيجابية فيها؟ الإيجابي فيها أنت اليوم إن كنت في عمل والتزمت في هذا العقد،
ممكن أنت في أي لحظة تقدم استقالتك، واستقالتك تكون مقبولة حتى لا تتعرض على سبيل المثال لكني ملزم العمل. لكني ملزم يا أستاذ نواف في وقت محدد لتقديم هذه الاستقالة، ليس كذلك؟ لا، لا يوجد نص. أنت مو المفروض أني أقدم قبل 30 يوم، قبل شهرين؟ لا لا لا، احنا نتكلم عن الاستقالة، ما نتكلم عن الانهاء. اي استقالة نتكلم، هذه حالة، اي نعم، هذه حالة الاستقالة النصت عليها تكون الاستقالة مقبولة. هذه مادة جديدة وضعت في النظام. نتكلم عن الحالات اللي ذكرتها، اللي هو عدم الرغبة بالتجديد. انت تبغى تقدم عدم الرغبة بالتجديد اذا كان عقدك محدد، تبغى تقدم عن عدم الرغبة بالتجديد اذا نص عليها العقد على سبيل المثال 30 يوم، فانت ملزم انك تقدم في حال انتهاء عقدك. ينتهي عقدك بعد على سبيل المثال باقي على نهاية عقدك شهر كامل، فانت ملزم بتقديم الاخطار قبلها بشهر. أما واضح. هذه المادة نصت على الاستقالة وليس الإنهاء. واضح. أستاذ رضوان، المادة 22 شملها أيضا تعديل جوهري، أنه التعيين سوف يصبح بحسب المؤهلات والمهارات وليس حسب الجنسية. ما الذي نفهمه من 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 هذا التعديل؟ معناها أن حيكون التوظيف متاح للسعوديين وغير السعوديين، وهذا فيه عمل كبير. هل كل شهادات الغير سعوديين مدققة؟ هل كل غير سعودي بيدخل هذا البلد حرفيا هو لديه مهارة المذكورة في شهادته؟ لا، يا ما عندنا أطباء ومهندسين وغيره، هم مش الشهادات اللي عندهم غير حقيقية. فكيف أفتح بهذا المجال إذا لم يكن عندي جهة رقابية تدقق هذه الشهادات وتتأكد أن هذا الشخص الذي أمامي مؤهل بالمهارات المذكورة؟ نعم، ولا من باب أولى أقفل هذا الباب والسعودي أولى. أما أن على المهارات، لا، على المهارات بهذا الشكل لا. أنا عندي نسبة البطالة مرتفعة، أوظف أجيب ناس يرفعوا من تأهيل الخريجين أفضل من أجيب ناس أخليهم يشتغلوا. استمحك ان ناخذ اتصال معنا الاستاذ احمد الشهري المستشار والكاتب الاقتصادي. حياك الله معنا استاذ احمد. الله يحييك. الله يحييك استاذ احمد. كان لك تعليقات كثيره عبر حسابك في تويتر حول التعديلات المقترحه في نظام العمل. بدي لو اسمع منك وين النقاط اللي وجدت انها غير جيده وغير كفؤه وغير ذات جدوى فيما يتعلق بتوظيف السعوديين في 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 هذه التعديلات. بداية شكرا لك جامعتك الكريمين والسادة المشاهدين. بداية دعني أقول اليوم صار عندنا لياقة حكومية مرتفعة، وأي رأي اقتصادي وجيه دائما ما نجد له الرد السريع والقبول السريع، وهذه ميزة جيدة الآن في حكومة خادم الحرمين الشريفين ومولاي سمو ولي العهد. فهذه أحد المؤشرات. كنا نتكلم سابقا عن ساعات عمل طويلة، اليوم نتحدث عن 40 ساعة. 40 ساعة هي المعدل العالمي، يعني هناك استحقاق سابق ضائع. اليوم نتكلم عن 40 ساعة، هي ما زالت مرتفعة، فنحتاج أنها تكون أقل من كذا لسبب اقتصادي. لا تحدث عن الجانب القانونية، هذا الجانب الأول. فالجانب نعم نسبك تفضل. أي عالميا الآن أصبحت ساعات العمل أقل، والهدف منها هو زيادة معدل استهلاك القطاعات الخاص. المنطقية البسيطة تقول إنه نقص ساعات العمل ستؤدي إلى 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 ضياع جزء من الأجور، والحقيقة هي ترفع من معدلات التوظيف وأيضا ترفع من معدلات الربح في قطاعات الأعمال. فرنسا لديها شاهد قوي في هذا الموضوع، وطبقت نظام اسمه 2000 أو كان مطبق في عام 2000، ولد 450 ألف وظيفة تقريبا. فتوجه بالشكر لمعالي وزير الموارد البشرية على هذا القرار أو هذا الاتجاه كمشروع لتعديل نظام العمل لـ40 ساعة، وما زلنا نطمح أنها تقل أكثر من هذا المعدل لزيادة معدل التوظيف وأيضا زيادة الاستهلاك، وأيضا سيعود بالنفع على معدلات تكرار وخلق الوظائف. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر والجيد في النظام رفع ساعة أو عفوا إجازة الوضع إلى 14 أسبوع، هذا جيد. الأمور التي تحتاج إلى أن
حقيقة لا تقلل من قيمة التعديلات، ولكن هي تضيف قيمة أكثر لها. طبعا الجانب الأول، أتمنى أن تخرج وزارة الموارد البشرية من الحرج وتنقل عمليات التوطين إلى القطاعات المشرفة على الاقتصادية، لأن لكل قطاع من القطاعات إشكالية مختلفة ونمط من التحديات ونموذج عمل مختلف. فلو نقلناها مثال على ذلك، نجح البنك المركزي اللي هو مؤسسة النقد سابقا في التوطين لقطاعات الأعمال المصرفية بنسبة 90% إلى 95%. صحيح، لديها اليوم تحدي كبير في التأمين وفي القطاع المالي الغير بنكي، وأنا متأكد تماما سينجحون. أتمنى أن تنقل نسب التوطين للقطاعات مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تشرف على قطاعها. أيضا الجانب عندنا مشكلة كبيرة في العمالة وليس التوظيف كموظفين. العمالة الأولية هي مشكلتنا في قطاع الإنشاءات والخدمات والصيانة، وهي الأرقام الكبيرة التي ترفع لدينا معدل تواجدية الأجانب. المستشفيات مثلا تحتاج إلى نمط آخر من التوطين، فلذلك عملية نقلها ورفع العبء عن وزارة الموارد البشرية وتوجيهها إلى القطاعات، هذا سيضمن لنا نجاح كبير في التوطين وبشكل عادل للطرفين والسياسات والغايات الاستراتيجية كيف الكبرى. كيف يمكن أستاذ أحمد أن نضمن نسب عالية للتوطين وإحنا نتحدث اليوم عن تقريبا المادة 26 والتعديل الجوهري اللي تم فيها بأنه إلغاء شرط نسب التوطين 75% وربطها بقرارات الوزارة؟ أحسنت، وأنا أتكلم عن هذه النقطة بالضبط. نعم. رفع الحرج عن وزارة العمل، لأن اليوم تواجه العمل ملفات كثيرة. بس ليش أنت ترى أنه في حرج أستاذ أحمد عند الوزارة؟ أنا أعطيك الحرج. أولا، عندما يطالب رجال الأعمال بمزيد من العمالة هم يريدون خدمة أعمالهم، هذا طبيعي. في نفس اللحظة المواطنين وأصحاب الحق في الحصول على وظائف، هذا أيضا حق آخر. الأمر الآخر وهي التشريعات السيادية برفع مستويات التوطين، هذا حق ثالث. لذلك يتقع بين ثلاثة محاور رئيسية وجوهرية، فالمخرج الرئيسي والاقتصادي والقانوني أيضا والحوكمة الاقتصادية نقل عبء التوطين إلى القطاعات، لأن كل قطاع له ظروف معينة. فمثلا القطاعات التي تلائم تفضيلات السعوديين وملائمة من حيث الأجور والاستقرار وأيضا مخرجات الجامعات والمعاهد وكذا، تستطيع كثير من القطاعات أن توطن. طيب، سواء في قطاع الطيران وخدماته. واضح. طيب استاذ احمد، انا بس عندي سؤال اذا سمحت لي باختصار لكي يعود لضيوفي. اليوم احنا نتحدث عن تحديدا فيما يتعلق برؤيه المملكه 2030، نتحدث عن اجراءات تتم للدفع بسهوله ممارسه الاعمال، منها نظام العمل اللي تم اجراء العديد من التحديثات عليه حقيقه هذا العام والعام السابق. السؤال المطروح استاذ احمد، هذا النوع من التغييرات الكثيرة، التغييرات المتسارعة، التغييرات المفاجئة، ألا يمكن أن يكون عامل خلينا نقول طرد للاستثمارات الأجنبية؟ أنا اليوم أخذ استثمار أدخل معاك، بعد شهرين ثلاثة بعد سنة أنت مغير النظام. طيب، الحقيقة المخرج من هذا الموضوع ليس قانوني إنما اقتصادي، وهي إدارة التغيير في النظم الاقتصادية والأسواق الداخلية. أتمنى من يقود عمليات التغيير لأي قانون له خلفية اجتماعية أو خلفية اقتصادية أن يقود الاقتصاديين، ثم يأتي الإطار القانوني. لماذا؟ لأن عندهم إمكانية لمعادلة التذبذب أو المخاطر التي متوقعة من أي قرار. فهذا الأمر سيساعدنا كثيرا بأن نصل إلى مستويات مقبولة وآمنة والتذبذب فيها منخفض. فلذلك سنحقق توطين عالي ونحقق استثمارات عالية، وأيضا نضمن حقوق الآخرين، سواء الاستثمارات الأجنبية الداخلية تبحث عن الأمان أو حتى نحن في عملية التغيير الهادئ والآمن. نعم. والذي يعطينا مخرجات تعطينا بدرجة استقرار عالية. صح، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الشيري المستشار والكاتب الاقتصادي. نقاط مهمة بسمع تعليقك عليها أستاذ رضوان، وكذلك أسمع تعليق ضيفنا من جدة الأستاذ نواف، لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. حديثنا عن تعديلات نظام العمل المرتقبة
التي أعلن عنها وزير العمل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضيفي هما الأستاذ رضوان الجلواح مستشار الموارد البشرية، ومن استوديوهاتنا في جدة المحامي الأستاذ نواف النباتي. أستاذ رضوان، سمعت يمكن حديث الأستاذ أحمد الشهري عندما تحدث، ليش اليوم الوزارة محملة نفسها حمل كبير مرة؟ يعني احنا نتكلم تقريبا عن ما يقارب 12 مليون شخص بس في سوق العمل في 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 القطاع العام وفي القطاع الخاص، غير موضوع التنمية الاجتماعية وغير 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 وغير. كثيرين ينادون ويطالبون بأنه يا جماعة نسب التوطين هذه الوزارة لحالها ما راح تقدر، ما ينفع، جربنا لنا 20 سنة وإحنا نجرب، كل واحد وكل وزير يجي يطق ويقول أنا عندي، ونطلع بال على قولت الإخوان المصريين من المولد بلا حمص يعني. فوش الحل؟ شوف، برنامج نطاقات أو برنامج السعودة خلينا نسميه هو زين شين، زين لو طبق على شريحة بشكل يعني دقيق. يعني مثلا لما يكون عندي قطاع المقاولات سباك يكون سعودي، ما يصير، لازم يكون في يعني كاتيجوري مع اوكي معايير لكل قطاع، هذه المعايير هنا يكون وظائف سعوديه. الوظائف الدنيا وظائف العمال ما يصير سعودي، صعب صعب. فنسبه وشين ان اذا ما حققتها حيصير عندك النطاق لونه احمر، ما راح تقدر. بس احنا ما عرفنا وش القطاعات اللي بيستثنونها من 75% التوطين، ما هو معلوم. ايه ما هو معلوم بالنسبه لي انا، ما هو معلوم. فيعني حاولت اني اقرا المسوده 3-4 مرات يعني حتى قبل هذا اللقاء، يمكن هي المره الخامسه اللي انا اقرا هذه المسوده، ما فهمت. وش تغير بالماده 77 وفق التعديلات الجديده؟ صار اذا كان الانهاء من خلال الشركه بدل ما كانت 15 يوم صارت شهر راتب شهر من اذا الانهاء من الشركه، اذا عقد غير محدد المده. اذا عقد محدد المده اكمال بقيه الشهور المتبقية من العقد. إذا الإنهاء من الشركة من الموظف، نعم، يتعهد أن يدفع 15 يوم للشركة. يعني الآن أجبر أيضا الموظف أن يدفع. أستاذ نواف، هل تعتقد أن التعديلات نظام العمل الجديدة التي من المفترض أن تقر يعني أو المقترحة خلينا نقول تحمل توازنا بين حقوق العامل وحقوق الشركات والمؤسسات؟ لا، بالذات يا استاذ جمال التعديلين اللي حصل بالاستقالة، انا موضوع الاستقالة هذه المادة انا الى الان لفتت نظري في كل تعديلات المادة. تخيل انه يجيك عامل ويقدم استقالته ويطلع من الشركة، هذه تعديل خطير. ايضا المادة 77 انا توقعت انه يكون في عليها تعديل اكبر، يعني المادة 77 ما طرأ عليها اي تعديل الا في حال اذا كان العقد غير محدد المدة، ان كان من قبل العامل فيعوض الشركة أجر 15 يوم عن كل شهر، أما إذا كان من صاحب العمل يتم التعويض شهر كامل. الجزئية الأهم في المادة 77 ما في مقدمة المادة، ما لم يتضمن العقد تعويضا عن الفصل، عن ما لم يتضمن العقد شرطا جزائي. هذه المادة أو هذه المادة محتاجة تعديل كبير. ليه؟ اليوم بعض أصحاب العمل يا أستاذ جمال يستغل هذه الثغرة أنه ممكن يوقع عقد مع عامل يكون العقد محدد المدة ويكون في شرط جزائي في هذا العقد. على سبيل المثال يضع في هذا العقد شرط جزائي، في حال أنا قمت بفسخ العقد مع العامل يكون الشرط الجزائي 2000 ريال، بينما يكون الراتب العامل يكون على سبيل المثال 10,000. فلو كان بنمشي على التعويض الأساسي اللي هو أجر المدة المتبقية للعقد، يمكن يحصل العامل على 50-60 ألف، بينما صاحب العمل هنا يعطيه الشرط الجزائي اللي منصوص عليها في العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل. أغلب عقود أصحاب العمل الآن
وكافة الشركات يضعون شرط جزائي تلافيا لدفع المدة المتبقية للعقد، وهذه ثغرة كبيرة لابد من يكون هناك تعديلات على المادة 77 بالذات الجزئية الأولى، لأنه أستاذ جمال ما أخفيك في الأيام الراحلة الشهور الماضية شفنا أكثر الخلافات العمالية العامل يجهل معنى هذه المادة أو يجهل وضع شرط جزائي، يعتقد أنه وجود هذا الشرط الجزائي لا يعفي صاحب العمل أنه يسلمه باقي مستحقاته اللي هي منصوص عليها في المدة الباقية من العقد. فهذه المادة أو هذه الجزئية خطيرة جدا، لابد من وزارة الموارد البشرية أن تعمل على تعديلها. حنا نعرف أنه مادة ونعرف أنه المادة موجودة ونعرف أن المادة مستغلة من قبل بعض أرباب القطاع الخاص عشان يسجل لها سعودي 4 شهور وبعدين يأخذ المبلغ ويقول سلام عليكم. حنا عارفين والكل عارف والله يا أستاذ نواف، لكن الغريب أن وزارة الموارد البشرية يمكن ما بعارفة أو أنهم عارفين بس ما يبون يعرفون، ما ندري يعني، لكن هذا شيء غريب. أنا بس بسألك بعود البداية حديثك لما قلت أنه وزير الموارد البشرية صدر قرار بمنحه الأحقية والصلاحية في تعديل النظام، وأنا هنا بسألك عن سؤال يعني محدد وواضح ومباشر. التوطين كان ملف سيادي تقوده وزارة الداخلية في فترة من الفترات أيام المغفور له الأمير نايف الله يرحمه ويغفر له، وكنا نرى تحقيق نسب السعودة يعني بالمسطرة، القطاع يتسعود يعني يتسعود، القطاع يروح يمين يروح يمين. السؤال، هل موضوع التوطين يعد موضوعا سياديا بالنظر إلى النظام الأساسي للحكم أم لا؟ هو الآن أستاذ جمال وزير الموارد البشرية وضع هذه المادة أنه هو اللي يحدد نسب التوطين، فالآن ترفع هذه الملاحظات كاملة لمجلس الوزراء، ومن ثم إما يتم الموافقة عليها أو لا يتم الموافقة عليها. فالآن وزير الموارد البشرية بناء على المادة 22 من نظام مجلس الوزراء من صلاحياته أن يقوم بتعديلات أو ملاحظات الواردة في حدود وزارته اللي هي في النظام وفي اللائحة التنفيذية ويرفعها لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء إما يتم الموافقة عليها أو لا. فالآن بس يا أستاذ نواف لو قطعتك سمحني للبحث عنها، بس يا أستاذ نواف في عديد يعني في عديد من الجهات أصدرت قرارات، وزراء أصدروا قرارات بتوطين قطاعاتهم، هل هذا يعتبر تدخل في عمل وزارة الموارد البشرية ولا يليت نفهم بس؟ لا 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 يعتبر تدخل ابدا، لا يعتبر ترى استاذ جمال تدخل ابدا، لانه انا اليوم ارفع لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء تتم الموافقه من خلاله، فلا يعتبر اي تدخل. على سبيل المثال اليوم وزير العدل قد يصدر قرارات، فهذه الوزارات لا تدخل في صلاحيات وزراء اخرين، فلا يعني ما نربط انه تداخل الوزارات فيما بينهم اطلاقا، كل وزاره تكون على حده. طيب فسر لي بس استاذ احمد عشان بس ارجع للاستاذ رضوان، فسر لي الماده 35 واللي تقول الغاء شرط تشغيل الاجانب في مهن مساعده واستبدال شرط التوطين بعبارات قرارات الوزاره، ماذا يعني ذلك؟ طيب يا استاذ نواف تسمعني؟ طيب يبدو انه ما يسمعنا. نعم. عندنا تسمعني استاذ نواف؟ الصوت راح يا استاذ جمال ترى. طيب أعود لك، يبدو انه عندنا خلل من المصدر. استاذ رضوان الماده 35 ماده يعني شويه مبهمه، اذا كان لك ان تفسرها لنا على اقل تقدير. الغاء شرط تشغيل الاجانب في مهن مساعده واستبدال شرط التوطين بعبارات قرارات الوزاره. هذا اللي انا كنت اقوله قبل شويه، يعني لما يلغى الوظائف المساعدة وأنها تكون متاحة لغير السعوديين وأن هذه الوظائف تكون بدل ما كانت مذكورة بالنص لا الآن بقرار من الوزارة، أنا ما أعرف قرارات الوزارة متى تصدر وعلى أي كيفية تصدر وعلى أي أساس تصدر، إيش الآلية اللي علشان تصدر فيها قرارات الوزارة اللي هي تكون موضح فيها أن هذه الوظائف مقتصرة على السعوديين، ما في آلية، فمبهمة وأنا لازلت عند كلامي
لا يعني لا نقبل بأن، بالعكس احنا نرغب بزيادة الوظف المحصورة على السعوديين. نعم أعود الأستاذ نواف تسمعني؟ نعم. طيب كنت أسألك عن المادة 35 إذا سمعت سؤالي قبل قليل. نعم. نعم أستاذ نواف. أستاذ جمال إلى الآن، نعم إلى الآن أستاذ جمال، اللائحة تعتبر التعديلات، بعض النقاط في التعديلات تعتبر مبهمة، يعني نجي للمادة 35 ذكرت فيها أن القرارات التي تضعها الوزارة، طيب وين هذه القرارات؟ إلى الآن لا زالت مبهمة. نفس المادة الأخرى إلى الآن لا زالت القرارات مبهمة اللي متعلقة بنسبة التوطين. فإلى الآن هذا يعني هذه التعديلات يفترض أنه ما يتم، ما تطرح إلا بعد وضوح الصورة كاملة. أنا اليوم كقانون قانوني عندما اجي افسر لهذه المواد واجد انه الماده ذكرت انه القرارات هذه تنتظر انا الى حين يصدرها الوزير، طب هذه القرارات ليه ما اصدرت ومن ثم يتم طرح كافه التعديلات مره واحده؟ ليش احنا يتم وضع التعديلات ومن ثم ننظر ايش القرارات اللي ممكن تكون او يضعها وزير الموارد البشريه؟ فهذه الى الان ترى مبهمه استاذ جمال. انا ودي انه تكون طرحت مع التعديلات. واضح الحقيقة يعني كثير من المواد مبهمة، لكن أستاذ رضوان لما بدأت عملية فرض رسوم على الأخوة الوافدين العاملين في السعودية كان الهدف الأساسي هو رفع تكلفة الاستقدام أو رفع تكلفة تشغيل الأجنبي بما يتيح الفرصة لتشغيل السعوديين في المقابل. اليوم لما تشوف النظام الجديد هو يستثني عملية التوطين ويقول لك والله أنا ما عندي نسب توطين، يا أخي أنت ما تبغى توطن زين وتقول أنا مستثني نسب التوطين، وخلوها يا جماعة على الكفاءة وخلوها على الجدارة ها، وبالمقابل قاعد تاخذ رسوم على الأجانب. طيب أنت وش تبي؟ تبغى ترفع التكلفة على القطاع الخاص عشان يوظفون السعودي، بنفس الوقت تقول لا توظف السعودي، معك الخيار وانت قاعد تدفع رسوم، الامر غير واضح. بدات كلامي في انها قرارات بعضها مبهم، وايضا الاستاذ نواف قال انها قرار يعني بعضها اشياء غير مبهمه ما هي واضحه. فالقرارات او هذه المقترحات نحتاج لها الى شرح عشان احنا نفهم صراحه. تتوقع انه يصير فيه اعاده نظر في رسوم العماله؟ إعادة نظر في المقترحات لهذه المسودة. المسودة يعني خلها المقترحات. أنا أتمنى. أنا أقصد الرسوم اليوم لما تشيل موضوع التوطين زين وتقول إنه السوق مفتوح والسوق مفتوح للمنافسة وسوق حر، هل يعني هذا إنك بتعيد النظر في رسوم الأجانب؟ ممكن ترتفع. رسوم الأجانب. نعم ممكن ترتفع. كيف؟ وش اللي يرفعها؟ علشان يرفع نسبة التوطين يقول أوكي إحنا فتحناها بس إحنا رفعنا عليهم رسوم هنا، الأجنبي اللي بيقدر يدفع هو اللي بيجي السعودية. وظف عيالي، ما أبغى لا ترفع عليهم أسعار. لا ترفع عليهم، لأن في النهاية لما أنت ترفع تكلفة الغير سعودي صاحب العمل بيرفع الأسعار على المستهلك، في النهاية جيب المستهلك هو اللي بيتأثر. في ايضا الماده 40 تقول انه او التعديل المقترح في الماده 40 انه صاحب العمل لا يتحمل رسوم الخروج والعوده، بينما انت قبل شوي كنت تقول انه الرسوم كلها يتحملها. لا الخروج والعوده هذه يعني الخروج والعوده كانت للاجازه. الرسوم اللي انا اقصدها هي رسوم الاستقدام، رسوم نقل الكفاله، رسوم الفحص الطبي، هذه رسوم التوظيف، هذه كل هذه لكن الخروج والعوده وفق النظام المقترح هذا على العامل. هذه طبعا تبعات التعديلات الاخيره في النظام اللي هو نظام الكفاله. بعض الشركات الى الان ترى هي على العامل، حتى قبل يعني قبل لا زال يتحملها العامل نفسه رغم انه العقد اذا كان على السابق فيتحملها صاحب العمل. إذا بندخل في العقود أستاذ جمال تحتاج إلى حلقة كاملة، لأن في أشياء من ضمن الأشياء الجميلة اللي في هذه المسودة بأن أصبحت بدل السكن وبدل المواصلات إلزامي، وهذا شيء رهيب.
في الوضع الحالي فقط الأساسي اللي هو اللي يستحقه الموظف، بدل السكن وبدل المواصلات ليس إلزامي على صاحب العمل. ليس إلزامي الآن غير إلزامي. بدل السكن وبدل المواصلات ليس إلزاميا على صاحب العمل. التعديل الجديد يكون إلزاميا على صاحب العمل للسعوديين وغير السعوديين. وغير السعوديين، وهذا شيء جميل. حلو، هنا أنا بدأت كلامي، قلت إن في شيء كويس شيء مبهم في شيء مش كويس. هذا من شيء الكويس إنه صار بدل السكن وبدل المواصلات إلزاميا. أيضا كانت بالنسبة للإخوة المقيمين كانوا يعتقدون بأن تذاكر الإجازة السنوية هي حق من حقوقهم، وهي ليست مذكورة في النظام أبدا، هي ميزة. إذا ذكرت في العقد نصت، إذا ذكرت بالعقد، إذا ذكرت لكنها وفق النظام غير موجودة، غير موجودة. أي. فنفس الحكاية، بدل السكن وبدل المواصلات هي ميزة الآن، أنا أتكلم على الوضع الحالي، لكنها مفروض أنها بعد النظام الجديد تكون أساسية إذا أقرت تبع المسودة هذه وتم إقرارها، فحتكون نعم شيء أساسي. طيب أستاذ نواف، هل ترى أن المواد المشار لها يعني تحديدا اللي تحدث عنها والمواد المقترحة كما ذكر الأستاذ أحمد قبل قليل أنه يفترض أن تحال إلى الوزارات والهيئات المعنية كلهم في اختصاصه اليوم ويتحمل مبدأ التوطين فيها؟ صح، هو يفترض أن تكون كذلك أستاذ جمال. أيضا أنه نسبة التوطين هذه إشكالية كبيرة، يعني تخيل أستاذ جمال أنه إحنا نطلع على التعديلات، كل التعديلات اللي وجدت على نسبة التوطين، وزير الموارد البشرية لم ينص صراحة على ما هي التعديلات اللي تطرد، ننتظر قرار من الوزير. فلماذا يتم الانتظار أو ننتظر قرار الوزير بالنسبة لبعض القرارات المذكورة في التعديلات في نظام العمل؟ النسب أو هو أنه واحد التعديلات الهامة اللي طرأت أنه صاحب العمل ملزم بتوفير سكن مناسب للعامل، سكن في البداية نوفر سكن، وفي حال أنه ما وجد سكن ممكن يوفر بدل سكن نقدي للعامل. أيضا المادة 40 أستاذ جمال هذه معطوفة على النظام الجديد لنظام الكفالة، بس ما جرى توضيحها بشكل يحتاج لها، هذه المادة تحتاج توضيحات أكبر، لأنه نظام الكفالة صادر فيها قرار من وزير الموارد البشرية مفصلا تفصيلا بالنسبة لنظام الكفالة. كان يفترض على بالنسبة للمادة 40 أن تنص على القرارات الواردة في نظام الكفالة، وهذه ما تم ذكرها في المادة 40. فالقارئ العادي لا يعلم أنه هذه معطوفة على نظام الكفالة الصادر فيها قرار من وزير الموارد البشرية. الحقيقة من أعقد الأنظمة يعني اللي ممكن تقرأها نظام العمل لدينا، دائما ما يثير جدل سواء في الشأن القانوني أو الشأن الحقوقي يمكن من كثرة التعديلات. شكرا جزيلا لك الأستاذ نواف النباتي المحامي من استديوهاتنا في جدة، وكذلك الأستاذ رضوان الجلواه مستشار الموارد البشرية. الرسالة الأخيرة اللي احنا نبغى نوجهها اليوم نوجهها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنتم مسؤولين اليوم عن ما يقارب 12 مليون شخص داخل السعودية بين قطاع عام وقطاع خاص، هذول كلهم يعملون في 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 هذين المجالين وهذين القطاعين. أليس من الأجدى أنكم تروحون وتعطون كل قطاع وتقولوا لي يا جماعة خذوا هذا التوطين حقكم وروحوا تابعوه وشوفوه بنفسكم؟ هل أنتم قادرين أصلا؟ هل لديكم الموارد الكافية لمتابعة تطبيق عملية التوطين في كل هذه القطاعات ومتابعة 12 مليون شخص موجودين غير موجودين وحقوقهم ولجان عمالية؟ هل لديكم القدرة للوصول إلى سوق عمل كفؤة وذات جودة يحس فيها السعودي وغير السعودي أنه حقه مكفول، سواء كان عامل بعقد أو عامل بعقد متجدد أو عقد منتهي المدة؟ صراحة أسئلة كثيرة نتمنى أن نجد الإجابات عنها خلال الأيام المقبلة. فاصل ونعود.